روابط تاريخية وثيقة بين روسيا ولبنان شكلت على مدى السنين أساساً متيناً لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتربوية والاقتصادية، وخصوصاً من خلال المركز الثقافي الروسي الذي دمج الثقافتين عبر تبادل الخبرات، كما تلقى آلاف الطلاب اللبنانيين تعليمهم العالي في الجامعات الروسية. تعزيز التعاون الثقافي والتربوي اللبناني الروسي من خلال تقديم منح تعليمية روسية لطلاب لبنان، تحدث عنها المستشار الثقافي في السفارة الروسية، لافتاً إلى تعاون رسمي مع وزارة التربية اللبنانية عبر إقامة معرض للجامعات الروسية لتعريف الطلاب على الاختصاصات المتاحة. نحن كحكومة روسية نقدم للبنان سنوية منح للدراسة في روسيا على حساب حكومة روسية. مثلا سنة قادمة إن شاء الله سوف نقدم حوالي 100 منحة للدراسة في روسيا. وفي نفس الوقت تعليم في روسيا على حساب شخصي ليس كثير غالي، يعني بسبب وجود في روسيا جمعيات حكومية والتمويل الحكومي دراسة مش كتير غالية. نحن ممكن نحكي بداية من 3000 وإلى 12000 دولار في السنة حسب المنطقة حسب الجامعة. في روسيا معايير تعليمية مواحدة. نحن نختار طلاب لبنانيين على أساس منافسة مفتوحة ونظام عادل. يعني زمان كانت اختيار طلاب على طريق أحزاب على طريق وزارات، الآن يوجد عندنا ويب سايت russia.study وكل طالب لبناني يستطيع يعمل تسجيل فيها ويعمل أبلود كل وثائق تعليمية، وبعدين نحن نختار أقوى طلاب حسب المعدل ونعمل انترفيو في مركز ونختار أقوى طلاب ونرسلهم إلى روسيا. فكل يعني كل طلاب لبنانيين يستطيعوا يقدموا بدون واسطات بدون شيء. وعندنا أول تجربة في لبنان، نحن نعمل معارض تعليمي في لبنان، معرض لجامعات روسية لعشرين جامعة روسية بعنوان تعليم في روسيا بداية حياة ناجحة. فكنا نقدم هذا المشروع لوزارة التربية والتعليم اللبنانية، وهم وافقوا على التعاون ضمن هذا المشروع. كمان نحن نعمل معرض في مدينة علاي، باكلين، بالبيك، باترون. في عندنا برنامج كبير في لبنان، ونفتح هذا المعارض، نعمل برزنتيشن عن نظام تعليمي في روسيا، عن نظام تقديم منح لطلاب لبنانيين أو شروط تعليم على حساب شخصي. وكل الطلاب مهتمين في الموضوع يستطيعوا يحكوا مع ممثلي الجامعات الروسية فيس تو فيس. عوامل عدة جعلت لبنان من الدول الغير جادة في المتابعة العلمية لاختصاصات مستحدثة نفطية وطبية، تجعل من هذا التعاون نافذة علمية لبلدنا وطلابنا على التطور العالمي.